الأستاذة نعيمة بتقول إن أخوها وزوجته خلاص على وشك الانفصال، فهي بتقول إنه في 4 أولاد معاهم في البيت، وبتقول إن هم بعد الطلاق هيكونوا عايشين مع بعض لأن مفيش مكان تاني يقوي الاتنين. يعني نحاول مرة تانية معاهم، يعني نحاول مرة تانية معاهم، نجتهد من وقت للتاني. وعلى العموم يعني المعيشة بين الرجل ومطلقته في منزل واحد يجوز في وجود الأولاد، ولازم يبقوا عارفين طبعا إن هم الاتنين أجانب بعد الطلاق هيصيروا أجانب عن بعض، فيجب بقى الاحتراز من لابد الالتزام بأدب المظهر بالنسبة له وبالنسبة لها، وفي نفس الوقت عدم الوجود الخلوة فيما بينهما. وطالما هم قاعدين في بيت واحد، أنا قلت لك بس إجابة السؤال، لكن طالما الاتنين قاعدين في بيت واحد فينصح إلى الحفاظ على البيت، ويبقى فيه الإنسان كده يسعى إلى أنه يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، مش يبقى الحل الهد والهد. نسأل الله السلامة.